أمن الدولي أمس الأربعاء آخر العقوبات المفروضة على ليبيريا بعد 13 عاما من انتهاء الحرب الأهلية هناك. كانت العقوبات ترمي إلى مكافحة تهريب الموارد الطبيعية الألماس والخشب وتجميد أرصدة بعض الأفراد، وتم تخفيفها تدريجيا منذ عام 2006. لم يبقى في ترسانة العقوبات سوى حظر على الأسلحة الموجهة إلى الجهات غير الحكومية وإلزام الحكومة بإبلاغ اللجنة مسبقا بشرائها أسلحة. ورحب القرار بالتقدم المستمر الذي تحرزه حكومة ليبيريا في إعادة إعمار البلاد لخير جميع سكانها. عبر الهاتف سيادة السفير محمد العشماوي عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. سيادة السفير، يعني نموذج ليبيريا في رأيك يعني فيما يشير بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات على هذا البلد الإفريقي بعد 13 عاما؟ يشير رفع العقوبات عن ليبيريا بعد 13 عاما إلى أن الأوضاع في ليبيريا صارت أوضاعا مستقرة، الأوضاع من الناحية الاقتصادية والأوضاع أيضا من الناحية السياسية ومن حيث التطور الديمقراطي. ونلاحظ في هذا المجال أن الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت منذ العام الماضي أيضا في رفع العقوبات عن ليبيريا، وهذا يؤكد أن الاستقرار السياسي صار أمرا واقعا هناك، وأن التطورات الاقتصادية الإيجابية تجري على قدم وساق في هذا البلد. نعم، أشكرك سيادة السفير محمد العشماوي عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. أشكركم مشاهدين على المتابعة، ونلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة من إفريقيا. إلى اللقاء.